على السيستم اللي بدينا نشتغل فيه المره الماضيه بعد ما عملنا بول بليسمنت. راح احط هون عندي هاي البلانت والبلانت طلعناها ستيت سبيس موديل A B C D. بعدين حولت انا C, راح احول C بحيث انها تصير الايدنتيتي ماتريكس. C بتساوي I, اذا عندي هون راح يكون Y بتساوي X. من هون طلعت معي احطهم على دي مالتيبلكسر دي ماكس, صار عندي هي اكس 1 اكس 2 اكس 3 لحد اكس ان, وهون اكس 1 اوف تي اكس 2 الى اخره. طلعوا مع هدول لاني انا غيرت سي, سي حطيتها هون واي بتساوي اكس, صاروا افيلبل عندي. هلا هون راح اعمل وراح اخذ اكس 1. هلا احنا لما عملنا الديزاين طلع معي كي بيساوي كي 1 K2 لحد KN. هلا نفهم مرة تانية, نراجع ما احنا نفسنا نتأكد انه فهمانين شو اللي بنعمله. ما بدنا نكون زي الببغاء, ايش الببغاء بيعمل؟ بعيد الكلام, هو مش فاهم شو اللي شو هو الكي. اه ايش الكي؟ باخذ كل واحد من الستيت فاريبلز بضربه بالكوفيشنت اللي موجود هون, بعمل فيدباك بضرب اكس في كي بعطيني فاليو, الفاليو هذا بطرحه من يو اوف تي. كاني على فكره عارفين هذا شو بيشبه الكي اللي هون؟ بيشبه السنجل لما كنتوا تعملوا روت لوكس ميثود او سنجل فيدباك. الكلاسيكال سيستم شو كنا نعمل بالكلاسيكال ديزاين لما كان عندي ترانسفير فانكشن؟ هي اف اوف اس, هي البلانت. اه شو كنا نعمل؟ كنا ناخذ هاي من هون نحطها بترانسديوسر, خلينا نفترض انها واحد على واحد ما لهاش ترانسفير فانكشن. كنا نطرح هذا من هون, بعدين كنا نضرب في ايش؟ في كي. كنا نغير كي زي ما بدنا مظبوط. وهي نفترض عندي هي يو اوف تي وعندي هون واي اوف تي, او اذا بدك تسميها واي اوف اس, وهون يو اوف اس, مش هيك؟ هذا الكلاسيكال سيستم اللي بالترانسفير فانكشن. شو كنا بعدين نقعد نعمل هون؟ نغير كي. كم كي عندي هون؟ واحدة بهاي الحالة. هي بهاي الحالة عندي كي واحدة. هذا الكلاسيكال ديزاين مش المودرن. كلاسيكال كان عندي هون 1 ديجري اوف فريدم, اغير كي ايش يصير في الاوبن لوب بولز؟ روت لوكس يتحرك. ونفترض بدينا ب 3 اوبن لوب بولز, هذول لمين؟ من وين بجيب هذول ال 3 اوبن لوب بولز؟ من اف اوف اس, مش هيك؟ مش عندي بولز اللي هم الفاليوز تبعت اس اللي بتخلي الدينومينيتر تبع اف اوف اس يصير زيرو, بحيث انه ما اخذ واحد على زيرو بعطيني. مشان تعريف البولز, البولز هي الفاليوز تبعت اس اللي اذا عوضتها في الترانسفير فانكشن بتخلي الترانسفير فانكشن انفينيتي, او الدينومينيتر المقام تبعها زيرو, مش هيك؟ هدول البولز. ايش راح يبدا يصير هلا لما بغير كي؟ انا عامل هون فيدباك وحطيت غيرت قيمه كي, لما بغير قيمه كي شو بصير في البولز هدول مكانهم؟ بتغيروا من اوبن لوب بولز لكلوز لوب بولز, بده يتحركوا. المسار اللي باخذوه شو اسمه؟ روت لوكس, مش هيك؟ فبتحركوا هدول هيك, هذا بتحرك بهذا الاتجاه وهدول بتحركوا بهذا الاتجاه, وبتعرفوا كيف ترسموه مزبوط. كم ديجري اوف فريدم عندي هون؟ كم ديجري اوف فريدم عندي هون؟ هون شو غيرت؟ مش غيرت مكان البولز, غيرت مش اسمهم ايجن فاليوز هون, هون اسمهم بولز. مش غيرت مكان البولز, وهون ايش غيرت؟ الايجن فاليوز. صار عندي ايجن فاليوز جديده. الايجن فاليوز الجديده هي الايجن فاليوز تبعت مين؟ A minus BK مظبوط. إذا أخذت الايجن فاليوز تبعت A minus BK بناء على قيمة K, بس عندي هون N degrees of freedom, فاستطعت أعمل pole placement لكم pole؟ لN pole. هون عندي 1 degree of freedom, كل اللي قدرت أعمله أتحرك على المسار, كل ما زدت K بتحرك على المسار, ما عندي حرية إني أعمل placing للpoles الثلاثة زي ما بدي هون. اوكي, بس هون عندي n degrees of freedom, بقدر اغير الكيز الn كيز اللي هو من k1 لkn, بحيث اني اغير مكان البولز الجداد. البولز الجداد هم صاروا تبعون a minus bk. البلانت نفسها ايش فيها لسه في داخلها؟ a, بس السيستم الجديد مع الكنترولر شو صارت الايجن فاليوز تبعه بحددها؟ a minus bk. اذا نحن بناخذ الان هي x1, هلا انا حرسمهم بطريقه مختلفه, راح اخذ x1 وراح اعتبر اكس 1 ريجوليتر, فراح ادخل هون 0, بعدين راح اضرب اكس 1 في كي 1. هي لاحظوا الماينس اجت هون, الماينس
بعدين راح اخذ اكس 2 اكس 2 راح احطه هون نفترضه مثلا ريجوليتر اكس 2 راح اضربه فيه كي 2 ونفترض انه اكس اي هو اللي بدي اعمله سيرفو هاي نفترض انها step function بايش راح اضربها؟ في ki واخر شيء ناخذ هون xn نفترض هون 0 نضربها في kn ايش صار هدول مجموعهم؟ هدول صاروا هاي راح افترض انها ri of t وهدول كأنهم R1 of T بس بتساوي 0 R2 of T بتساوي 0 إلى Rn of T بتساوي 0 فصارت هاي عبارة عن minus KXR بساوي طبعا فيكتور جمعتهم كل عفوا هون بالنهاية صاروا سكيلر تحول لسكيلر هون كانوا فيكتور هاي عوين راح أدخلها على الأكتشويتر نفترض الأكتشويتر واحد هلا من هون هاي يو اوف تي ايش يو اوف تي؟ الانبوت للبلانت مظبوط؟ احنا الموديل لما طلعنا الموديل بين ايش وايش طلعناه؟ بين يو اوف تي واي مظبوط ومرورا باكس ايش طلعنا الموديل من هون؟ بس انا سي انا ما حطيتوش كامل هون بس حطيت سي بس عملت سي هون بتساوي اي هذا السيستم كله ككل شو الايجن فاليوز الجديده تبعته صارت؟ اي ماينس بي كي اوكي هلا لعبنا احنا بسي مظبوط بس لعبنا بسي حتى نطلع الفالوز احنا في المستقبل ما راح نعمل شيء بسي شو راح نعمل راح نركب اوبزرفر اوكي دكتور نعم بس الانبوت واي اوف تي نعم الانبوت للبلانت يعني في عندي انا محرك المحرك هون هو الانبوت تبعه واي اوف تي نعم بس انا لو بدي العب بالانبوت يعني ما بدي العب بال بايش ريجوليتر والسيرفو يعني هون هدول هلا هدول صاروا هلا افرض انت بدك تغير البوزيشن تبعه تحركه من مكان لمكان وين بتدخل فانت كانك عمالك بتقول انا حابب انه اكس اي او اكس 3 ستيت فاريبل اكس 3 تصير قيمته زي هيك مين الوسيله اللي موجوده بايدي حتى اثر على البلانت يو اوف تي في عندي اكتويتر تمام مش مباشر مين ما بدخل ما بلعب في يو اوف تي انا هون بغير عمالي بقارن هاد في هاد وهاد في هاد وهاد في هاد انا بحب انه ثيتا تضلها زيرو وثيتا دوت تضلها زيرو وحتى كمان البلاتفورم هاي بدي اياها توقف بدي السرعه تبعتها تصير زيرو بعدين بس مين اللي بدي اغير البوزيشن تبعها فغيرت البوزيشن تبعها هلا هذول انجمعوا انضربوا انضرب ار ماينس كي في اكس اعطتني هذا المجموع هذا صار كانه الايرور بيشبه الايرور عندي اذا بقارن بالسيستم اللي هذا مش هون عندي ايرور هلا هون احنا للاسف هذه لسه اسمها يو اوف تي اذا بدنا نسميها المفروض نسميها ار اوف تي وهاي نسميها يو اوف تي اذا بدنا نشبه هذول ببعض فصار عندي r of t هو الفاريبل ايش بدي هذا الفاريبل يكون الريفرنس من r من ريفرنس قارنته بالفاليو الحقيقي طرحت التنين من بعض اعطاني ماينس اي ماينس كي اكس هون او r ماينس كي اكس هون هلا مين الوسيله اللي بدخل فيها انا على المحرك بدخل فولتج على المحرك او بدخل شيء يو اوف تي فدخلت يو اوف تي على المحرك اليو اوف تي هو مدخلي الوحيد زي اللي عنده كابل تانكس اللي عندهم كابل تانكس شو هاي هون الاكتويتر بامب والبامب هون بدخل منها هي بتصير تضخ بس انا ما بهمني قديش قيمه البامب انا بهمني ارتفاع الليكويد مظبوط اللي هو h1 و h1 دوت h2 h2 دوت ارتفاع الليكويد في التانك الاول ارتفاع الليكويد في التانك الثاني ماشي اوكي الكل فاهم هذه